السلام عليكم البنات، كيفاش راكم؟ نتمنى تكونوا كامل بخير. نرحب بكم دائما. باردون، عذروني، راني مغلوقه الدواء. شوفوا زوز ساشيات تاع الدواء، زوز ساشيات، هذا تاع بنتي وهذا ديالي، وبرا تاع ابراهيم مروض كيما برا. يبرا غير كيما برا، صافي. هو دائما هو يجيب الموضوع، جاب الكورونا عدانا بها، وبرا ولزاد جابنا دوكا لا غريب، زاد عدانا وزاد هو برا، وحنا مازالنا. المهم هاد العام ربي يستر. هذه هي كيما قلت لكم، كيما شفتوا في الاسم في لو تيتر، يوم الذهب، نهار تاع الذهب. التنغون يديروه الاتراك، يديروها زعما بيناتهم ويلموا بكري. كي كانوا كي كان الذهب ما يطلعش تمتم، كان ذهب عنده شاد بري واحد، ماشي شاد بري واحد، هو الذهب من بكري غير يطلع يطلع. شنو يزيد كيما نقول زعما واحد ليره ولا في الشهر، ولا ماشي كيما دوكا راهو يزيد ب 50 ليره، ترقدي تنوضي صباح تلقاي زاد ب 40 ليره 30 ليره. صافي ما جايه، صافي اللي تبدا نهار الاول. هذا يوم الذهب الاولاني، مع اللي تكون زعما هي الاخر، ولا بعد 3 شهور 4 شهور، صافي نخلصوا اكثر. لا كنا زعما نشرو حبه لويز دوكا، هما الذهب صافي، معناتها حبه لويز. صافي لا زعما دوكا انا نشري، زعما دوكا دارت جارتي هي الاولى، هي الاولى اللي هي اللي اقترحت علينا نديرو هدايا النهار، وقالت لك انا نبدا انا الاولى، ومن بعد نقولوا نديروا القرعه، ومن بعد صافي دوكا كل واحد والنهار تاعو. انا الشهر الجاي القرعه ما طاحتش فيا، الشهر الجاي نزيدو نديروا القرعه ان شاء الله، اللي موراه طيح فيا وتشوفوا شنو نجد لهم واش ندير. هذه هي كما كنت ديجا بارطاجت معكم، صافي عندي واحد العام واحد لا فيديو كان عندي هذاك النهار يوم الذهب يكون هذاك. صافي دوكا زعما انايا ندو لها الذهب، ندو لها حبه حبه لويز. حنا درنا، حنا رانا 12 مرة ندو لها حبه لويز. دوك حبه لويز راهي دير 450 درهم، 470 مي على الشهر تولي دير 500 وشي، باسكو غير يطلع لك يجري تولي دير 500 وشي. صافي ما كيما يقول لك ماشي ما جاياش. هذه هي صافي، ولا تحبوا يديروا، ولا كاين اللي يحبوا زعما يديروا دراهم. هذه بكري كانوا يديروا ذهب، دوكا ولاو يديروا دراهم، ماكاينش اللي راهو يدير ذهب دوكا، باسكو قلت لكم الذهب راهو يطلع. صافي حنا نديروا قيمة حبه لويز دوكا شحال راهي دير. دوكا راهي دير 450، حنا الكول تاعنا 450، 450 تالي. صافي نروحو كنمدو لها 450 و بعد دارت لخرى نزيدو نروحو كاع عندها نمدو لها 450، و بعد كيجيو عندي يمدو لي كامل. صافي احسبو، صافي جو كلي تسلفي دراهم بلا لي زانتيغي بلا الريبا. هذه هي او مام تو باردون، او مام تو رانا قاعدين نقصرو الضحك منا و كدا، باسكو انايا كي نديروهم في الظهر جوست مور الظهر. و دوكا راني نصور معاكم لا فيديو بعد ما رحت وجيت. كي رحت عندها فكرتني في واحد الكاطو يديروه، هما يقولوا له فندق كورابياسي، عجبني يعجبني بالبزاف مالح، مام وليدي حبوا. قلت مالا ولا غير علاش لا مادام جيت بكري، باسكو كملنا بكري. كاينين بزاف اللي ولادهم يخرجوا من المسيد بكري، انا ولادي يخرجوا على 6، بنتي راهي جات على 5:30، دوك وليدي بودوك يجي. هذه هي قلت لكم، انا قلت مالا قبل ما يجيب هذيك الساعه ولا ندير هذيك، ندير هذيك الحلوه اللي دارتها هي. قلت اعطيني لا غوسيت، عطاتني لا غوسيت، درتها لكم. هذه هي دوك نوري لكم الوصفه. هذه هي هذا الكاطو، انا هذا هو اللي درتو. دوك نوري لكم الوصفه بعد هذا الاسم، نوري لكم الوصفه تاع الكاطو كيفاش درتو، وبعد مره نوري لكم واش حطت لنا هي. المهم هذه هي التنغون، حاجه بزاف مليحه وحاجه بزاف شابه، وجو واحد يرفد روحو زعما حابه تشري فريجيدار هذا الشهر، حابه تشري فريجيدار ما تقدريش تلمي دراهم. كي ديري زعما ديروا هذا الوسم ما بين لا فامي ولا ما بين الاحباب، ولا احنا ما في المسيدي كاين اللي يديروا، احنا في المسيدي تاع بنتي مازال ما درناهاش. زعما تلمي كي يقولوا زعما كيكونوا غير 10 عيبات 500000، 500000 راهي طيح لك نقولوا 5 ملايين. صافي حاجه مليحه 5 ملايين تروحي تجيبي ديريكت فريجيدار بلا ما تشري بالفاسيليتي لي زانتيغي والفايده وكذا، تسلفي على صحاباتك وكل شهر تروحوا عند واحد. بصح شنو ما كاش هذا الزيكزاك من ومن، زعما شهر ما كاش دراهم ولا ما عنديش، وهاد الهضره كاع ما كاش، هاد الهضره ما كاش. هذه هي البنات، نخليكم على كيفاش حوجت هذا الكاطو هذا اللي درتو، ومن بعد نصور لكم هي واش حطت لنا، وراني نقصر معكم في لا فيديو. الحاجه الاولى اللي نديروها، انا هنا غلطت، كسرت الحبه تاع البيض كونت اللي هي لازم ندير غير غير الابيض. نزيد على الابيض تاع البيض كاس تاع اتاي، هذا الكاس صغير زيت ماشي معمر مليح، باسكو هذا الكاطو هذا يجي لازم شويه بنين، يجي شويه مالح ما يجيش حلو، يجي في واحد الكوع على بالي يعجبكم بالبزاف. نخلط هكذا البيض مع الزيت،
حتى نشوفوا كيفاش يولي يشد روحو. دوك نزيد عليهم مغرف تاع هذه تاع اللي تاكلوا بها هكذا حاجه حلوه، مغرف تاع السكر غلاس. نزيد اشك فان نبقى نخلط. ودوك نحبس باسكو لازم نولي نخدم بيدي. نزيد كيما راكم تشوفوا لهنايا 150 غرام تاع زبده ولا مارغارين اللي حبيتوا ديروها، تكون شنو تكون دايبه تخرجوها على الاقل زوج سوايع من قبل من الفريجيدار. دوكا راه البرد لازم تخرجوها شويه بكري. نزيد عليها شوفوا كيما راكم تشوفوا لهنايا، تحبوا ديروا السانوج وديروا الجلجلان. هي في الحقيقه فيها غير السانوج، مي انا بالعاني حطيته لكم هكذا غير باش تشوفوا، باسكو تقدروا ديروهم بين زوج. من احسن ما يديروا هذه الجلجلان. ندير هكذا، ندير زوج مغارف تاع جلجلان تاع السانوج، والجلجلان نخليه باش نواسي به من الفوق. نحب تحبوا ديروه تقدروا ديروه كامل، انا هذا نخليه باش نواسي فيه من الفوق، نرشهم من الفوق. نزيد عليهم هذا المغرف تاع الماكله الثاني اللي درت بها زوج مغارف تاع سانوج، ندير زوج مغارف تاع خل. انا درت جو تاع القارص ما كانش عندي الخل، ندير زوج مغارف بس كملو، درت غير نص. ندير هكذايا. ودوكا نجيب الفارينة. الفارينة درت ربعة كيسان، كاس ليمون فانكيل بيه تاع 200 ملل، درت ربعة كيسان ونص. نزيد عليهم وحدة لاليفيغ خميرة تاع الكاطو، ونخلط كلش مع بعضه. كما راكم تشوفوا طميت العجينه بربعة كيسان فارينة، برك ما درتش النص لهذاك باسكو كيما شفتوا البيت كيفاش صفيته. هذه هي، ونبدا ندير هذا نمسوهم يديروهم جو كيما الحبه تاع قد الحبه تاع نوازات يسموها ديجا اصلا حلوه نوازات. نديرهم قد هكا، شوفوا شحال يجوا، ترمي غير حبه في مك بلا ما تكسري وتبدا تتفتت وكذا حبه. هذه هي، انا نكمل المهمه تاعي نصغرهم. تحبوا توزنوهم لا كنتوا عندكم الوقت تقدروا توزنوهم، ولا تقدروا تعبروا بكاش حاجه، بكاش حاجه زعما هكذا مغرفة كيلو بها، ولا كيفاش تشوفوا كيفاش تشدوا الوزن تاعكم. انا ندير هكذا برك، ندير عيني هي ميزاني ديجا، ديك الدوزيام اللي درتها شويه كبيره. معليش على كل حال ما حاش يشدوا حبه مع حبه يقول لك هذه شحال توزن وهذه شحال توزن. قلت لكم لا كنتوا قاعدين نتوما تقدروا تواسوهم، تقدروا توزنوهم. هذه هي البنات، شوفوا كيفاش راني كملت وسيتها كامل هكذا ديبول صغار. شوفوا قد ما تشدوهم دوك يزيدوا يخمروا باسكو على بالكم كيما شفتوا درت فيهم الخميره على ليفير. نحطهم كامل في السنيوة. ندهنوها بالصفر تاع البيض، ونحطوا عليها هكذا كما قلت لكم الجلجلان. تحبوا الجلجلان تحبوا تخلطوا الجلجلان بالسانوج. الفور تاعي ديجا راه يسخن من الفوق ومن التحت باسكو ما يطيبش بزاف كما راكم تشوفوا فيهم ديجا صغار بزاف، ما لازمش تحرقوهم. الفور راه يسخن 180 درجه، نخليهم نقول لكم واحد 15 مينوت. المهم كي نعاود نجبدهم نقول لكم شحال قعدوا طابوا باسكو كل فور ماشي كيف كيف. على كل حال لازم تعسوهم. شوفوا كيف جات هاي حمارت ماشي بزاف، تخلوش تحمر بزاف باسكو تحرقت لكم الناس يعرفوا بلي راه يبست بزاف. انا شدت لي نقول لكم واحد 18 دقيقه. نتوما عسوا الفرن تاعكم باسكو الفرن ديرتو 180 درجه، عسوا الفرن تاعكم ما بين 15 حتى 18 دقيقه. هذه هي ستفها.
كما راكم تشوفوا البنات الوسم هذا تاع الكرابيه تاعنا فندق الكرابيه ما يقولها تاع النوازات الحلوه تاع النوازات تكون تجي صغيره قد الحبه تاع النوازات تجي صغيره محدة في الفم وخلاص ما تبقاوش تاكلوا وتعضوا وتسيحوا بالك واحد ما يحبش يكملها بالك بصح اللي تعجبو يحب يزيد هذيك بروبليم كيما انا هكذا كنقول لهم باسكو انا نحب هذه الكاطو هذا ماشي حلو يجي نورمال ماشي حلو نحبو بالبزاف مي وشنو قلت لهم تاع عيوني كي ديروا هكذا صغير صافي نبقى غير رايحه جايه رايحه جايه هذه هي البنات راهو واجد هنايا حطيته في هذا حطيته هذا في هذا الفواره ونخليه هذا في الكوزينه اللي حاب ياكل يدي منه انا بيان سور درته مع لاتاي تاعنا لاتاي الشاي الاخضر ديالنا باسكو راجلي ما كانشو وراني وحدي صافي كي نكون وحدي ندير واش نحب يما 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 تحرقت سخونه شلفط الصفاية تاعو ما لي تخرج كلش مي معليش دوك يحبط كلش لتحت والسكر بلا ما نوصيكم نوصي روحي ونوصيكم السكر وحده سكر ديجا بزاف حجره سكر هذا ما كان هذه هي البنات هذه هي الوصفه تاعنا تاع اليوم كيما شفتوا ايمان زوج كلب نقدرش ننطقهم على الطريق كيما شفتوا مستحيل نخلي لكم الصوت وكامل باسكو كان جوغ حمام كنا حمام انا ما كانش معايا ولادي مي كاينين اللي جابوا معاهم ولادهم صغار كاينه وحده وليدها كان مرات جابته صافي ما بزاف كان بزاف العياط جا كانوا تما واحد الخمسه ولا سته صغار المهم هذه هي دارتنا زوج طابلات زعما على جال الكوفيد قلنا نديروا التباعد المسافه حطت الطابله لهيكا وطابله هذه لهنايا صافي رانا حنا دوكا في الوسم تاعنا رانا 12 مره مي ما جاوش كامل جو صافي حنا كلش جينا غير 10 وزوج خدامات هذه هي كما راكم تشوفوا دارت هذا البريوش هذايا المدورين درتهم بالفيونداشي والخداتهم بالفخوماج واللي عجبتني واللي قتلتني هذيك شلاده جوغ شلاده دارتها بالبطاطا مغليه هذا البيركس هذا المدوره هذه اللي فوقها المايس زروديه وبطاطا مغليه وفوق مليه وطناتور جات بزاف بنينه نعاود نديرها ونديرها معكم نبارطاجي معكم الوصفه تاعها درت قدام هذيك ثاني شلاده تاع السان العصفور ودارت هذا البورك بالفيونداشي والبصل تاع البورو وحطت هذيك البربونية هذيك اللي اسمها حطت هذه البربونية وبيان سور لاتاي لازم يحضر ما كاش منها جلسه تركيه بلا اتاي التركي تاعهم حاجه مقدسه هذه اللي سونسي قلنا لها ديرنا غير حوايج خف باسكو حنا اللي رانا هنا كامل رانا سمان اسمنا كامل دارتنا هذا ما كان ما قلنا لها ما تكثريش سختو حاجه الحلوي ما تكثريش ما ديريناش كامل احسن ديرش حاجه حلوه دارت هذيك الحلوه دوك تحطها لهنايا تاع اللي درتها لكم بارطاجيتها معكم انا يديت من عندها الوصفه تاع الحلوه ديك الصغيره فندق كورابياسي هذه هي بعد ما كملنا لهنا الماكله كما راكم تشوفوا انايا لهاد الشلاطه تاع لي بلي اوت ناتشور غادي صدقوني كملت هذا المرسو زدت عاودت مرسو واحد اخر مي وشنو البريوش ما كليتوش ولا تاي بيان سور تشربوا شحال من كاس ما بين الماكله كي كملنا رفدت هادوك وخلات غير هذيك الحلوه الصغيره وخلات وجابت هذا يقولوا له اكماك تاتليسي ثاني جاها روعه كرينا واش حندير زعما انا منقصين الحلاوي مي ما كاين والو هذه هي بعد ما كيما شفتوا انا رفدت دوك هذيك الحلوه اللي درتها بارطاجيتها معكم بعد ما كملنا كرينا وشربنا جا وقت الصاح وقت الدراهم وقت الدراهم صافي حنا دوكا رانا نبعثوا دراهم مع باكم دوكا كلش راهو اوتوماتيك انا ديريكت نحول دراهم من الكونت تاعي من التليفون للكونت تاعها ولا من الكونت تاع راجلي للكونت تاعها كامل بعثنا لها غير زوج نساء اللي جابوا لها هكذا جابوا لها كما يقولوا هما ناكيت مدهم لها في يدها صافي رانا 450 ليره للواحد تستعملهم بالصحه والهنا ان شاء الله هذه هي والختام تاعها بيان سور لازم تكون قهوه تركيه ما لازم تكون فيها الرغوه مع الشوكولا والحمد لله يا ربي ان شاء الله المره الجايه بون جارتي بحد اخرى عشان نعاود نصور لكم يكون نصور لكم ماخر باسكو يمكن بزاف الدراري المره الجايه نصور لكم ماخر ونقول لكم تهلاو في روحكم نحبكم بزاف وفي امان الله